برامج لاستحداث مصالح شرطة داخل هذه الأحياء قصد تأمين المواطنين، كما حدث في سيدي حماد. حاليا موجود مركز الشرطة وهي اللي متعلقة بعملية الترحيل تاع المواطنين، اللي تستوعب تشكيلات كبيرة وتخص لها إمكانيات يعني تسخر إمكانيات كثيرة كذلك لتأمين حسن المجريات تاع العملية. بالنسبة للسنة 2016 أمن ولاية الجزائر عرفت سبع عمليات تاع ترحيل مست 7830 عائلة مقابل 21 في سنة 2015. من ولاية البليدة عرف إنجاز 13 عملية ترحيل لمست 2120 عائلة.